أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد العصار قوة العلاقات التاريخية بين مصر وبولندا، والتي شهدت تقدما ملموسا خلال الفترة الأخيرة في المجالات كافة. أشار العصار خلال لقائه وفدا من كبريات الشركات البولندية العاملة في مجالات الإنتاج المختلفة لاستعداد الوزارة لتقديم كل أشكال المساندة الممكنة للشركات البولندية لزيادة حجم استثماراتها في مصر، والتي تسهم في إحداث التنمية الشاملة المنشودة من أجل دعم الاستقرار وزيادة معدلات النمو والتصدير.